ده الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكره بنادي زايد. كابتن وليد صلاح الدين بقى المحلل العظيم جدا، رايك ايه او ايه اكتر حاجه عجبتك امبارح في تاهل الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا؟ عجبني حاجات كتير. اولا اولها الجمهور، حاجه تفرح، حاجه تفرح يعني. جمهور، خد بالك الجمهور زود التشجيع قوي 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 اول ما مازيمبي جاب جول. صح، يعني جمهور النادي الاهلي حاجه جميله بصراحه. يعني قبل ما يتم الغاء الهدف كانوا هم بيشجعوا الفرقه وبيساندوها وبيدعموها جدا. الكره اول ما دخلت جون وفرقه مازيمبي بتفرح ليه؟ لان جمهور النادي الاهلي عارف كويس جدا 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 ان لعيبته هتسمع الهتاف ده وممكن تكسب 2-1. الموقف كان هيبقى صعب جدا، الموقف هيبقى من المواقف الصعبه على ارضيه الملعب، لكن لعيبه الاهلي رجاله كلهم، محدش قصر، محدش بخل بجهد. يعني خلينا في الناحيه المعنويه حاجه يا كريم، والكوره حاجه. احنا في الكوره ما كناش احسن حاجه، الاهلي ما كانش كويس، في ميز باص كتير، في الاهلي عنده اداء احسن من كده، خصوصا في نص الملعب الباص بيطلع عنيف شويه، بيطلع بعدم دقه، ممكن عدم وجود قفشه شويه في نص الملعب مع التوتر، مع الضغط الجماهيري، مع ضغطة المباراه. اللعيبه الشوط الاول مش احسن حاجه، يعني الباص كتير مقطوع، وحتى الشوط الثاني لغايه لما الاهلي جاب الهدف الاول، بعد كده ظهرت كره الاهلي الحقيقيه. لكن ده وارد في قبل النهائي وفي النهائي وارد جدا، لكن بحيي اللعيبه كلها على الروح، من اول مصطفى شوبير لغايه وسام ابو علي، حاجه ما حدش بيبخل بنقطه. انطباعك على وسام ابو علي يا كابتن وليد؟ وسام ابو علي انطباعك عنه ايه؟ بيتطور، بيتطور بشكل كويس قوي، بيتطور بشكل كبير. بص، هو لعيب هارد وركر قوي، يعني عارف انت عمرو زكي كده، والمهاجمين اللي هم، وكان طبعا كابتن حسام حسن يعني ايقونه في الحته دي، فكره ان انا بجري وبكافح وبتزحلق وبدافع كويس قوي وبضغط كويس قوي وبتحرك لزمايلي كتير. مهم جدا جدا انه يطور حاجتين. الحاجه الاولى وقفته على الكوره، انا الكوره اما تجيلي باص اقف عليها واطلعها صح، دي نقطه مهمه جدا. النقطة الثانية ان انا بقى من انصاف الفرص احاول اجيب اجوان، يعني ما اجيبش واحدة من وسط اربعة. لا، عايز يعني في مباراة الذهاب كان عنده فرصتين ثلاثة سهلين جدا جدا، اسهل بكتير من الهدف اللي هو جابه. فهنا لو هو طور الحاجتين دول يا كريم، طبعا طبعا يبقى مهاجم سوبر، لان هو ما شاء الله يمتلك الحماس والرجولة والقلب والروح واللياقة البدنية العالية، وواضح عليه يعني هو عايز. فاضل له الحاجتين دول، ان انا ازاي اخلي اللعيبه تلعب معايا كوره، واحد جاي لي بلعب 1-2، واحد جاي لي انكش بتاع برجلي، والف ازاي، استلم ازاي، واحضن، يعني الحاجات اللي هي فيها بتاع الكوره. زائد انه طبعا الفينش بقى المهاجم بيتعامل على انهاء الهجمات. يعني جات لك كام فرصه، جبت منهم كام هدف، ده طبعا التقييم الاول للمهاجم.